القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الحوت، ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. كرتين فكرت كرت مثل دائما القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، بس ممكن يكون في بالفيديو أو بالقراءة شيء ممكن يخدمك أو يفيدك، فأنت خذ من الفيديو الأشياء اللي بتحس إنها قريبة منك وممكن تستفيد منها، واترك الباقي لشخص آخر ممكن يستفيد منه. راح نبلش بطاقتك أول، بعدين طاقة الحبيب أو الشريك، وخطواتك في المستقبل، خطواته أيضا هو في المستقبل، وشو رح يكون مصير العلاقة بينكم، إذا في أي إشي بيحتاج إلى التوضيح رح نسحب كروت للتوضيح مشان نوضح. طيب نبلش أول بكروت النصيحة لبرج الحوت. برج الحوت بدك تنتبه على مشاعرك أكثر هالشهر، وتحاول إنك تسمع لبعض الأشخاص بحياتك بقلبك مش فقط بعقلك، تحاول تحلل الأمور بعواطفك مش فقط بمنطقية. في عندك أوراق النصائح جميعها طلعت أوراق كابس أو أوراق إيموشنال أو أوراق عاطفية. في عندك رح يجيك شخص جديد بحياتك، أو إذا عم تستنى شخص إكس أو قديم أيضا ممكن يدل إنه في رح يصير تصالح. عندك 10 of cups، عندك messenger of emotions، يعني في رح يصير عندك بالأمور العاطفية تطورات كتير إيجابية. في حدا رح يفوت بحياتك أنت بتعتبره بركة بالنسبة لإلك، أو شخص كنت بتتمنى له فترة طويلة، وهلأ في الفترة القادمة رح يفوت بحياتك هالشخص. في بدايات عاطفية جديدة رح تصير بحياتك، وممكن تتطور أيضا إلى أشياء عميقة، يعني ممكن تتطور إلى علاقة جدية، خطوبة أو حتى زواج للبعض منكم. يعني الشخص اللي رح تقابله رح يكون مثل الشريك بالنسبة لإلك، أو رح تعتبره سول ميت، رح تعتبره رفيق درب بالنسبة لإلك. برج الحوت طاقتك الحالية عم شوف في تقدم بالذات بالحكي. في شخص رح يفوت بحياتك رح يكون في معه حكي كتير إيجابي، تواصل روحي بينك وبين هالشخص. انت وهالشخص بتحس انه على تواصل روحي، بتحس انكم مرتبطين مع بعض، وبيجوز الشخص ايضا اللي انت عم تتعامل معه بدك علاقة جدية معه، مبين انه انت في حكي كتير بدك تحكيه لشخص بحياتك بتعتبره سول ميت، لانه العامل المشترك بينكم 4 of wands، فمبين انه اتنيناتكم عم تبحثوا عن استمرارية، عم تبحثوا عن استقرار، عم تبحثوا عن stability. بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك، ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي او برج هوائي، ممكن ايضا أبراج نارية لأنه في عندي أيضا أوراق نارية.
ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف انه عم شوف انت بتمشي على حسب كيف ما بتحس، يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات، على عكس هالشخص. هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل أكتر من العواطف، يعني حتى عواطفه ومشاعره هالشخص بيحب يحللها أول أو يركز عليها أول أو to dissect it، يفتحها ويدرسها أكتر من ما إنه بسرعة ينتقل أو بسرعة يفوت بعلاقة. ولكن هو عم يبحث إلى بداية عاطفية جديدة، وممكن أيضا هالكرت يرمز إنه هو عواطفه تجاهك أنت عواطف كتير فياضة، ممكن مش عم تحكوا مع بعض، أو ممكن هالشخص أنت بس تحكي معه يكون الفرنت تبعه هاي أو الشخصية تبعته هاي، أو يكون تحسه من برا شخص كتير جامد، شخص كتير جاف، شخص يعني ما في أي مشاعر بتظهر، بس من جوا من جوا مشاعره كتير فياضة عم يغرق فيهم. ولكن هو بيحب الأمور تكون دائما عادلة، وبيحب يكون دائما منصف هالشخص. عم شوف العامل المشترك بينكم a four of wands، فأنتوا الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة، عم تبحثوا عن stability بالعلاقة. ممكن أنت نظرتك تكون شوي جدية أكثر من هالشخص لأنه عندك أوراق روحية. هالشخص ممكن يكون بدو العلاقة شوي عفوية، تكون أصدقاء بالأول أو إشي مثل هيك. مبين أيضا إنه أنت اللي بتوصل مشاعرك أو بتحكي لمشاعرك أكتر من هالشخص، يعني أنت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لهالشخص وبتحكي له وبتعبر أكتر من ما هو بيعبر. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوف إنه في عندك ستتين، 6 of cups، الستة بتحكي عن التوازن، وهالشخص طاقته أيضا بيحب إنه الأمور تكون متوازنة. فعم شوف إنه أنت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة إنه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة، سواء أو بحق حالك أيضا، سواء كان بمشاعرك أو سواء كان بالارتباط مع هالشخص، لأنه هالكرت بيحكي عن توازن بالأخذ والعطاء بالعلاقة على سنس أو على حد أرضي، يعني على حد التزامات جدية، التزامات أرضية بالعالم الأرضي. ولكن السكس أوف كابس تحكي عن المشاعر، فممكن تكون بالعالم الروحاني أيضا. فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الأمور الفعلية وبين الأمور اللي هي الحسية أو العقلية أو الروحانية. ممكن أنت تكون عواطفك هون تطغي عليك أكتر من إنك تكون شخص منطقي، تتصرف بعواطفك أكتر من إنك شخص منطقي. ولكن إشي منيح إنه أنت يعني بتسمع لعواطفك من جوا أو تتبع عواطفك من جوا. مبين أيضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل، يعني عم شوفك أنت عم تتذكر أيضا إذا كان في بينكم، إذا أنتوا حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي، عم شوفك أنت عم تتذكر reminiscing، عم تتذكر الماضي، عم تتذكر الذكريات اللي صارت بينك أنت وهالشخص. بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل، عم شوف إنه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة أمل أو خسارة عاطفية. ممكن إذا أنت تركت هالشخص عم يحس وكأنه في فرصة ضاعت من بين إيده، لأنه في بالمستقبل أيضا رحيل. فممكن أنت ممكن أنت
يعني الطاقة المشتركة هون بينكم، في شخص عم يترك مشاعره، أو ممكن عم تتركوا أشياء قديمة أيضا عشان أشياء جديدة. هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لأنه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها أو مش قادر يوصلها لإلك بالأصح، أو بيحس إنه دائما لازم يكون في عنده البرسونا هاي أو الشخصية هاي. أيضا هالشخص ما بيحب الخسارة، ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان، بيحب هو يكون الأول، بيحب هو يكون يعني شخص عنيد، بيحب هو اللي ينتصر بأي نقاش، بأي مشكلة، بأي إشي. ولكن من جوا هو شخص إيجابي. The Sun Card بتحكي عن براءة داخلية بها الشخص، فهو من جوا شخص يعني بيور، شخص بريء، شخص عقليته أو تفكيره شوي ممكن تكون طفولية أكتر أو عفوية أكتر. أنت ممكن تكون جدي أكتر بالتفكير من هالشخص. بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هالخيبة، هالخسارة، ليش عم يحس إنه في فرصة ضاعت من بين إيده، أو عم يحس بخسارة عاطفية من نوع ما. بدنا نشوف شو هي هالأوراق. وقعت تحت بس بدي أجيبها. أوراقك عم بتطير يا برج الحوت، فبدي لخبط الدك مرة تانية. طيب بدنا نشوف ليش هالشخص حزين. في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص، ممكن يكون محتار، أو ممكن يكون في عنده شخصين أو قرارين بده ياخد منهم، بده يختار منهم. ممكن يكون أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء، لأنه الكرت بيتبع برج الجوزاء، وهو بحيرة من أمره عاطفيا، لأنه في مبين إنه عنده عرض حب من شخص آخر. في شخص آخر هون بحياة هالشخص، مبين إنه في عنده عرض حب عم يقدم لإله من ضمن شخص، ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب، لأنه 7 of swords هو لص التاروت أو السارق في التاروت، ففي إشي عم يخبيه هالشخص، ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة، أو ممكن إجا عرض حب من طرف آخر وعرض الحب هيدا مش صادق، لأنه 7 of swords شخص تريكستر. أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر، بمعنى إنه ممكن يبين لك شخصية ظاهرة، ولكن الشخصية اللي هي في العمق أو في العقل الباطني شخصية أخرى. فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية، لأنه ممكن يكون محتار بين شيئين، محتار بين شخصين، مش قادر ياخد قرار، ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص. مش عارف لمين يعطي هالكاسة. ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الأصدقاء حواليه أيضا. بدنا نشوف، لأنه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة، فبدنا نشوف شو هي يعني شو رح تتركوا بالضبط.